كده مش خاصة. اطلع لا اخوي انت السرع باغي ينسحر. الله اخوي ايش كدير ود صالح. الله يسخر. اضحك عليا ياك. تموت يا اخوان صالح راه خدام تبارك الله. الله ايش باغي يدير؟ ايش باغي تدير صالح؟ شي لعيبه تما ياك؟ قصه ابو اخوي الضاله والله كضريب كضريب الله كضريب كضريب زين اسيدي الله يسخر لك صالح. انتم الاخوه الاخ صالح راه باغي يدير شي لعيبه هنا باش ما بقى شي يوقف لنا ورا الشجره. اطلق عليهم صالح باغي يدير شي لعيبه انت ما عارفش باغي يدير. والاخوان هذه معلومه راه معروف عند الجميع كاين بزاف ديال الناس عارفين هذه المعلومه هذه ولكن الاغلبيه راه ما عارفينهاش. اخ صلاح راه كيدير واحد اللعيبه هنا باغي يدير الخيوط باش ما بقاش يوقف لينا اللور باش يولي من السماء يتحط فوق الكولوار هنا اللي فيه البلايط دير لي كوستاتور باش ما بقاش يضيع لنا الوقت. تبارك الله الله يسخر. اخويا صلاح عندك القرمود تهرسو اما لا طحتي انت راه ماشي مشكل الدنيا هانيه. المهم القرمود ما يطرى لي والو. صافي مزيان صافي صوفتي داكشي داكشي غادي مريقل. داكشي مزيان او الخيوط دابا ياك اش غادير الخيوط ولا شنو غادي دير الاخ صالح؟ الخيوط داكشي زوين تبارك الله. طلع فوق الكرسي مزيان داكشي زوين تبارك الله. تماك طلع شي مشكل الكراس. انتم الاخوان كما كتشاهدوا معنا اخ صلاح غادي يدير الخيوط من تقريبا من هاد من هاد البلاكايز هادو حتى الاخرين. وبالنسبه للخيوط الاخ صلاح غتيريهم ياك؟ الخيط راه غير عادي. الخيط عادي غادي يتيرى. الخيط غيتيرى باش ما بقاش الحمام يوقف لينا اللور. هادي راه موجوده اي واحد باش يولي تخلع من الخيط ان شاء الله غنتيريو ان شاء الله. الخيط ان شاء الله غندوبلو غنديرو على جوج وان شاء الله غادي نتيري وغنصوب واحد الطويله هنايا باش من السما للطير. اصحاب الله لا قوال ما يقولش قوال كديروا القوال بالخيط صاحبي تخلاه ايوا كحال ما خاصش يدخل ديك الدار الداخل. والحمد لله. المهم الناس كتجتهد بزاف باش الحمام باش ما بقاش يعطل لنا الوقت. الحمام راه كيجي كيوقف لنا اللور الاخ صلاح ياك؟ حيت الاخوان السنه اللي فاتت كنا لعبنا كنا ضعنا بزاف الصراحه واخا ما كانش الدريساج كلا الحمامه كتجيك من تطلع كتجيك ستريت الحمامه ماشي مخلوعه عارف شحال لك اللور كتجيك ليه اي حمامه واش تدخل لك. فصراحه الفكره تقريبا كاع الاخوان بزاف الاخوان دايرينها حنا راه شاركوها معاكم كل ما كيبينهاش حنا غادي نبينوها ما عندناش مشكل ما عندناش شي مشكل. انا غنصوب وتكتبوا الصبر الطبله هاي الطبله والكادر راه هو راه هو الكادر ليه في الراس شتو الاخوان راه هو راه في حتى صلاح ان شاء الله غنديروه هنايا غتجينا الطبله غتجينا وسط بين الوسط باش الحمام من السما لفوق الطاوله ولا هنا ولا هنا ان شاء الله ان شاء الله. الله يسخر شوف بارك الله. انتم الاخوان الطاوله هي هذه باغي تحط صلاح ورينا ورينا تقريبا ان شاء الله غتجينا ياك ما صغيره ولا شي حاجه ولا هي هذيك ياك هي هذيك هي خصها تقد واحد شويه مازال ياك خصها تقد مازال واحد شويه لا غنقادو ان شاء الله. فغتجي اخواني هادي غدرق من هنا غنغطيو ان شاء الله غتقاد الوسط والله راه كاينين الفاس من هنا غيتسد ياك كلشي غيتسد كلشي غيتسد ياك كلشي غيتسد المهم غيبقى غتبقى على شكل صندوق ياك الاخ صلاح. ان شاء الله تبارك الله لا داكشي زوين تبارك الله. نطلع دابا نتقب بلاصه ما خصها تكون مقاده ياك الاخ صلاح كيفاش غدير لها دابا خصها تجي مقاده مقاده غتحطها فوق داك العود باش تقاد على حساب العبار. لا لا خليها فوق تقريبا جاو بجوج الاول في الجبل جاو مزيانين والاخر جا مزيان تبارك الله ماشي مشكل. غندير وحده هنا كيس هنا غديروا اربعه لا جويزات جويزات بركه على حساب البرد ولا شي حاجه عمرك دير البرد إذا كانت خاوية
ندير ثلاجه واحد نروج بالليل. شوف اذا كانت خويا عمو البرد ما يديه، ولكن اذا كانت مسدوده يديه والحرام يديه البرد يبدا يتبع فيها. ان شاء الله فيس نروج فيس بالليل. انا قلت شوف بصراحه انا قلت واقيلا نسدو نسدو الجناب كامل باش ما نبقاش يدخلنا لداخل، عرفتي علاش؟ نلقاو شي مشكل. عرفتي تحت الحمام من ودخل لك لداخل يبقى مقلد. ياك ولا لا؟ يلا تتركم البلايك من دابا بقى شهر لاعبين انا راكس كاع لاعبين كترينيو تبارك الله على الحميمات اتفكسي دابا هذيك هي الاولى ياك سير سير الله يسخر علاش خلي هذوك تقبات؟ سير على حسب العود التحتاني ياك عندك الصحة تعلمك شو وقع ياك لا لا تراسيون رهبط شتيه مزيان مزيان وتبر ما زعزعوش دابا خليه بحال هكداك على حسب العبار تقوم الاخر باش ما تصيدش فيه الاول هو الاول انتم الاخوه كما كتشاهدوا معنا يسخر دعوا معنا الاخوان باش الموسم ديال 2020 يدوز بخير ما على خير باش ما يكونش ما يديرش لنا الحمام عاوتاني الروطار بحال ديك العام الحمام كيجينا وكيقول لنا اللور ليه الناس كديكلاري وحنا كنتفرجوا هاد العام بغينا ما تكررش نفس العمليه هادشي اللي كاين الاخوة كما كتشاهدوا معنا دائما اللوك ديال طونديم بالعيد صلاح الدين كنشكر جميع الاخوة ديالنا اللي كيشاهدوا معنا الفيديو على قناة بالعيد منتقي عبر اليوتيوب وبعد غباش اخويا شحال باش في اليوتيوب واخويا راك عارف مع الحفلات مع الشا مع العجاج مع كنبغي ندخل نتفرج في شي فيديو ما كنلقاش فيديوهات ديولك واه كنلوحها فيديو باش الناس ما نخليهمش بلا تفراج بلا والو بعد ما تكلوحوا فيديو عادي وصافي ومازال غادي يقدموا لهم مازال جديد اخ صلاح تاهو عاوتاني راه ولا عاوتاني حاضر معنا ثاني هاد الايامات تبارك الله بالنسبه للعمل لان الناس راه ما مسالياش كما تيقولوا الوقت من ذهب بنادم ماشي ديما مسالي كاين بعض المرات ما تيساليش بعض المرات بنادم كيمل واش يقابل الخدمه ولا يقابل الحمام ولا يقابل الصلاح الصلاح راه العام كامل وبنادم كيصلح شي اللي كاين بقيتي بعد السورتات لتحت كاينين تحية لجميع الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا معنا في هذا الفيديو هذا الناس اللي ما تابوناوش تعاود تابوناو معنا بارطاجيو الفيديو تابوناو مع هذه القناه قناه بالعيد منتقي عبر اليوتيوب تضغطوا على الجرس باش نقدموا لهم دائما الجديد باش يشجعونا باش يكون فينا مجهود باش ديما نقدموا الجديد ياك الاخ صلاح ولا لا ان شاء الله شي جديد الاخوان ان شاء الله ديك الوقت داك الشاشه كنبقاو نتلاقاو بعد مره هو كيجي مع الجوج وحده انا كنجي مورا 5 ونص انا كنجي من العامه كنلقى صلاح مشى وكل شرب طير سد البيبان واحد الساعه على راه كنطيروا في الحبيبات كتوكل الشرب كتجي عندك ما دير كتقعد شي حاجه ما تقدر دير كنجينا في الظلام كنجي مع ديك 7 لارو الظلام راه طاح 6 ونص كيطيح الظلام ما كنشافو حتى القهوه ولا الغد ليه ولا شي اللي كاين you
قال لور ياك قال لور انين ياك شنو واحد غدير اللور جوج لجه انا واحد يا باش على البركه واحد اللور صافي صافي عندك يدي البرد ولا شي حاجه خاصك ما هو المشكل هاتوما كما كتشاهدوا معنا الاخوان الجلده الجلده على حساب على حساب الماء على حساب باش ما تحركش الله يسخر دابا هادي غادي الاخ صالح دابا هادي غنديرو غير واحد الوجيبه ياك بما سدينا الجناب وسدينا باش يولف الحمام وصافي تقريبا واحد تقريبا شهر وستين ديما ولف الحمام ان شاء الله بارك الله العيد وقف لي الفيديو ودخل عاوني من الداخل غادي نوقفوا الفيديو الله يودي وتعاونوا على البر والتقوى داكشي اللي كاين الله يسخر الو سير صالح دابا واش غدير دابا؟ دابا غدير اخويا العيد قنب دير القنب تغرج عمو قنب ولا قنبة؟ قنبة سير تبع الاخ صالح هاو بشوي عليك صالح اخو لا طيح لينا نولي واحدين بشوي عليك كلشي بسبيل الحمام ياك لا تفيكسات بارك الله على سير يلا دوبل خير ياك دوبل شوف انت دوبل ولا شوف ورا ما تقدكش واقع عليك الكبه غادي نروح حتى قاعده قاعده غادي نروح النص الا خصها النص من بعد يلا سير سير يلا سير بشوية عليك واش هتحلو كامل؟ لا لا ندوز ما عندكش يلا سير يلا يا راه ودا صالح سير الله يسخر ديرو من راس الراس ياك والاخوان كما كتشاهدوا معنا سير سير الزمام مزيان باش ما تحلش هذه عمر تحلى بالعيد ديال الكوليات شكون هذيك مشاو برا المدن يا لومبالاج ياك يا لومبالاج هاي عمر تحلى داك سير اسيدي الله يسخر قطعت فاليا هكذاك تر راس ياك بشوي عليك صالح كتصيد الحوت انت كتصيدو بعينيك شتي هذاك الشيء اللي قلت لك ما تحلش بزاف باش ما يبقاش يتخبل لك يتخبل الموضوع انا خليته بقاد واش راه من راسها صح جراها من هنا ورا خصني تجيو بقاد سير يلا خاص تشوف ليا ديتي معاك الموس تقول لي انت قول لي الخيوط ما غاديش تقطعهم ديريكت تحزم تما وتحزم وحدانا فهمت فهمت داكشي علاش كدابا كدوز شويه بشويه وي وي جي سي الله يهديك اصاحبي شوف 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 سير دابا ياك طوندي مجيانا
قرر الراس عاوتاني دابا مزيرة. صافا صالح ياك صافي ان شاء الله دعما هي راهي اخوان قلب كامله غتمشيو ان شاء الله ومن راسك بغيو نركبو ان شاء الله البلايك ونركبو القبوه غادي نفتح فيديو اخر ان شاء الله ندير عاوتاني فيديو اخر كيفاش البلايك ركبو كيفاش الحمامه غادي ينزل فهمتيني كيفاش غادي ما غاديش يريح لنا اللور غادي يريح لقدام يجي الطوابل باش الحمام ما يديرش الروتار ودائما تحيه لجميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو هذا عبر قناه بالعيد منتقين اخوان ديما احنا راه معاكم ديما في الجديد منظمين باكر شكرا الاخ صلاح على المعلومه تبارك الله الله يسخر احنا بغينا غير الحمام باش ما يضيعش لنا الوقت هذا هو المفيد في هاد القضيه هذه اللي كيدير صلاح ديال الخيط مع فوق القرمود باش ما بقاش يضيع لنا الوقت وصافي هادشي اللي كاين والله يسخر وكما كتشاهدوا معنا الاخوان دائما الريزو ديال دار الاذاعه والتلفزه المغربيه بعين الشوق اللي كيتواجد فيها اللوف ديال طونديم بالعيد صلاح الدين اخ صلاح اخر كلمه الله يسخر جميع هادشي اللي كاين صافي وتمنوا هذا الموسم ان شاء الله يكون مزيان ان شاء الله جميع وبغينا هاد المعلومه هادي توصل لجميع الاخوان ديالنا اللي كيلقاو المشكل في الديكلاراسيون باش يديروا بحال هاد القضيه هادي اللي درنا حنا راه ما كنخبيو حتى شي حاجه على المواليع لكن اللي كان راه كنبينوا الاخوان بلا ما نطول عليكم الاخوان بهذا الفيديو كنشكر جميع متتبعين قناه بالعيد المنتقى عبر اليوتيوب شاهدونا مره اخرى ومع فيديو اخر عند نهاية الشغل في هذا اللوفت ديال طونديم بالعيد صلاح الدين تحية لجميع الإخوان ديالنا جميع الأصدقاء ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو بهذا الفيديو نستودعكم الله وفي أمان اللقاء بكم مرة أخرى ومع فيديو آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله عليكم الإخوان بارتاجوا الفيديو تابونوا مع القناة الإخوان اللي باقي ما تابونوش مع القناة تابونوا معنا باش ديما نريكم الجديد دائما داخل لوفت ديال طونديم بالعيد صلاح الدين تبارك الله عليكم الاخوه الله يعاون الله يسخر